في رأيي الحل ان شاء الله يكون سينما تجاريه، انا نامن صحيح بها صحيح. ويكون باسكو احنا عندنا طاقات. قلت لك احنا رانا طلعنا مشروع كمشروع، ما هضرنا مع الوزير، هضرنا مع سي دي سي، واجتمعنا ديجا، درنا لقاء مع شباب تاع اليوتيوب وهضرنا. صافي عنده عامين وانا نجرو عليه، حبينا نديروا مشروع اللي يكون شاب. انا بديت ديجا في التلفزيون، كنت حاب نخدم ستار سيستم هذا تاع، جبت محمود بوشايب من نشطه، كان اول مره مسلسل فيه شباب، باسكو كان غير مقبول قبل سعد القط دير مسلسل البطل تاعو تحت 30 سنه، باش نقولها لك بكل صراحة. يعني يحيى الزحل أول من دخل البطل الشاب في التلفزيون الجزائري. أنا نامن بلي كاين طاقات. وشوف اللي يشوف الشباب، باسكو كي تشوف في أمريكا من يشاهد الأفلام ومن يعيد مشاهدة الأفلام، باسكو هذه هي الفايدة. أنت عبرك الشباب بين 15 و 30 سنة هما اللي يشوفوا. بل عنده الحق وزير الثقافة كي جاب ريفكا وعده بعمل سينمائي. أنا مع أعتقد أنه العمل اللي هو يتكلم عليه وزير الثقافة هو العمل اللي أنا نتكلم عليه نفس الوقت. أوكي. بصح نجاح الأفلام. خليني نحكي في النقطة هذه، خليني نحكي. روح تفضل. لأنه أعطاني معلومة الآن يحيى وزير الثقافة مؤخرا بعد الضجة اللي صارت على هذاك الناشط الفيسبوكي ولا الناشط بتاع سناب شات ريفكا، وعدوا وزير الثقافة من خلال تويتر ومن خلال أيضا تصريحات رسمية، قالوا باللي راح تدخل في عمل سينمائي عنده علاقة بالشباب يجرى التحضير له. احنا كنا سمعنا على هذا المشروع وانه كاين فيلم يعد لشباب التواصل الاجتماعي او شباب اليوتيوبرز او الميديا اليوم عرفت باللي يحيى نزاحم هو اللي راه ماسك هذا المشروع. انا ماهيش ماسك، عندك علاقة بريفكا؟ انا ماهيش ماسك، انا انسان اللي نقول لك حاجة، انا مهتم قلت لك، وعندي رؤية باللي انا نخدم سينما للجمهور. انا نحترم الجمهور الجزائري. اللي بين الاخراج لهذا العمل ان شاء الله ندير الاخراج، وكنا تلاقينا مع شاهيناز ودرنا لقاءات، وكان يعني حضور عند معالي الوزير، ودرنا جو الشباب لتما. وش هو الموضوع يحيى؟ هو دوك بلا اسم ماناش نهضروا على الفيلم، راح يكون كوميدي مغامرات. لكن اسباب النجاح، هل اسباب النجاح فنيه ام ان الشباب يحضر يعني ان الفيلم ينجح؟ لا اكيد لازم تكون اولا اسباب النجاح فنيه. انا ما نقدرش نخدم في عمل ما فيهش يعني قلت لك مستوى يعني معين من يعني النوعيه اللي لازم تقمص فيها. يعني هذه كمخرج ما نقدرش ندخل في عمل باش ندير البوز، حبيت ندير البوز راني نديرو كل يوم، يعني ما يسهل لي بالنسبه لي. السيناريو كاتبه شاب جزائري اللي هو يوسف بعلوج، ايضا ربما ينسجم مع روح الشباب في كتابته لهذا المشروع. لكن خليني نوقف عند قضيه ريفكا لانه هي اللي راهي تثير الجدل وتثير الاهتمام في مواقع التواصل الاجتماعي. لما سمعت وزير الثقافه قال باللي ريفكا راح يكون في مشروع سينمائي، واقتراح انت قبلت هذا الاقتراح؟ انا انسان ما باش الى ما نحبش نحكي على روحي بزاف، انا انسان ما نبينش بزاف روحي، انا نحب الاعمال هي اللي تبان، ماشي الشخص ماهوش مهم، العمل هو المهم. انا انسان نتبع المواهب اللي قبل، كيما سهيله معلم، كيما مينا رشطر، كيما هاد الناس، كيما محمد شكاين كان اللي رجعت. انا نحب واحد حتى نشوف اللي عنده طاقه نجيبه. انا اول ما شفت الفيديو تاع ريفكا بعثها ليوسف بعلوج في الليل، قلت له واش رايك؟ قلت له ماشي معناتها راح نجيبوه، انت راح نشوفه. وعاود شفت قاع واش دار الفيديوهات دوك. احنا كان فيلم هذا راح ندير له كاستينغ، ما يندارش هكذا كان فيلم، فهمني كيفاش؟ ما كانش واحد حتى اذا كان وزير الثقافه هو اللي وعد. لا بالعكس، وزير الثقافه باش يكون في الفيلم. بالعكس، وزير الثقافه وعد مش معناتها فرض، كان فرق. وزير الثقافه متفهم مش معناتها هو عمل سينمائي، بالعكس هو يقول لك. انا قلت لك هذا قبل ما يكون وزير الثقافه، انا بعثته ليوسف، احنا راح نشوفوه. بالعكس، هو كل طاقه اللي تفيد الفيلم راح نديرها في الفيلم.